3 2 Unit 1 Welcome back to school. مرحبا بالعودة إلى المدرسة. Lesson 1. طيب تعالوا نشوف النيو ووردز اللي معانا النهاردة بتقول إيه. What. What يعني ما أو ماذا. What. Your name. Your name يعني اسمك. Your name. My name. My name يعني اسمي. My name. Her name. Her name يعني اسمها. Her name. His name. His name يعني اسمه. His name. Answer. Answer يعني أجب. تعالوا نشوف السؤال اللي معانا النهاردة. What is your name? Is your name? Your name بتيجي بمعنى اسمك أو اسمك. الصورة هنا عندنا موضحة إن هي بنت. يبقى أنا بسأل ما اسمك. في الإجابة your name دي في السؤال في الإجابة لما باجي أجاوب بقول إيه؟ My name. هقول my name is منى. طبعا بنحذف الكويتشن وورد والكويتشن مارك وبعد ما بخلص اجابتي بحط الفول ستوب بتاعتي. يبقى ما ننساش يور نيم في السؤال لما باجي اجاوب بقول ماي نيم. طيب نشوف السؤال التاني معايا. وات از هير نيم. هنحذف الكويتشن وورد والكويتشن مارك زي ما اتفقنا. بس هنا her name بتنزل في الإجابة her name زي ما هي. What is her name؟ ما اسمها. لما باجي أجاوب بقول اسمها يكون. يبقى her name is هدير. What is his name؟ يعني ما اسمه. His name في السؤال بتنزل زي ما هي his name. برضو نحذف الكويتشن وورد اللي هي what والكويتشن مارك. اجاوب بايه؟ his name is علي. ما ننساش اول لتر في الاجابة او في السؤال بيبقى كابيتال. الاسماء في اي مكان في الجملة اول حرف فيها بيبدأ بحرف كابيتال. ما ننساش الفول ستوب. Underline يعني هنحط خط تحت الإجابة الصحيحة. What, how, where is your name؟ أخدنا لما باجي أسأل عن اسم أي شخص بسأل بوات. يبقى الإجابة الصحيحة What is your name؟ Number two Here is our name is علي. علي ده اسم مذكر مفرد يبقى هياخد his اسمه علي. His name is علي. Rearrange رتب. Rearrange رتب. طب تعالوا نشوف السؤال اللي معايا بيقول ايه. Number one your is name what. هو بدأ حاطط لي خط تحت الكويتشن وورد اللي هي what. هبدأ بها السؤال what is your name. What is your name. Number two name my is Mona. احنا اخدناها اسمي يعني my name. My name is Mona. اسمي يكون منى. ما ننساش الفول ستوب.